يبقى دور الأب التشجيع الدائم، ودي هيكررها لسه صح خمسة تاني، شجعوا صغار النفوس. والدور ده برضو بيقل قوي في البيوت، معرفش ليه البيوت مالها بقت ناشفة كده وعملية زيادة ومزحومة وبتجري كتير والزعيق كتير والنكد كتير. بينما التشجيع في الطفولة بالذات أول 6-7 سنين ده بيدي نفسية قوية جدا للطفل والشاب طول العمر. لازم نمدح أطفالنا يوميا على حاجة كويسة يوميا، لكن أنا بعرف إن بيوت كتيرة بتزعق يوميا، مع إن الزعيق ده المفروض يبقى كل شهر مثلا، لكن التشجيع كل يوم. اتقلبت الموازين، بقى في زعيق وخناق كل يوم والتشجيع ده نادر. طبعا بتطلع نفسيات كلها مضطربة قلقانة تميل للاكتئاب خايفة، لأن ما خدتش جرعة التشجيع اللي تدي ثقة بالنفس وتدي أمان. فبيقول كنا نعظ ونشجع، إذن لا التشجيع يلغي الوعظ ولا العظة أو التعليم يلغي التشجيع. تقول لابنك أنت جميل، أنت شاطر، أنت هتطلع خادم حلو، أنا بحبك قوي، بس خلي بالك لما بتتخانق مع أخوك ده ما يخليكش تفرح ربنا، ما يخليكش تنجح بكرة، وانتوا هتفضلوا صحاب طول العمر. اوعظ علم وشجع في نفس الوقت.